أمير جلول شيخ يبلغ من العمر 83 سنة، خرج من منزله بحي الشهداء ببلدية سور الغزلان في البويرة يوم أول محرم الموافق للأحد عشر سبتمبر، ومنذ ذلك الحين لم يظهر له أي أثر رغم المجهودات المبذولة من طرف أبنائه وأقاربه بالبحث عنه. عائلته تناشد اليوم كل من رآه أن يتصل بالشرطة أو بالدرك الوطني. التغطية لحمزة شقبول. نبحث على الوالد أمير جلول البالغ من العمر 83 سنة، خرج من البيت في واحد محرم. حوسنا في كل الأمكنة، حوسنا البلايس اللي قالوا لنا عليهم قاع حوسنا فيهم هنا في سور، ابتداء بسور غزلان، وسمعنا أخبار قال لك راه في الهاشمية ما لقيناهش. خرج نهار الاثنين في الليل على وحدة تاع الليل، وقال لي راني رايح نصلي، وانا نسخيلو راه راح بصح يصلي، قابلته الاخرى ما جاش. كل من شاهد هاي الصورة تاع الوالد يبلغ السلطات سواء الدرك او الشرطة. جدو توحشناك بزاف بزاف، ما غدت ما تظلينا كلش، صمت علينا ما تظلينا كلش.